العالم خطط لخطة مقلب محنك ما فيه غلطة، واليوم جاكم غازي فورطة والكل منه يحذر. جهز مكيدة خصمه يصيدة، مقالب عديدة خططه فريدة. غازي تهور وأصبح عدو وجهز مقالب قوية كثير، وكلن يحاذر يقع في يده وفي ساحته أو بقربه يسير. هذه المقالب لأجل المرح فخليك جاهز لكل ما يصير، امسك أعصابك وطول لبالك وخليك هادئ وقلبك حبيب. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم بجيب لكم ضيف وممثل جدا انا احبه. المشكله ان الممثل هذا كل ادواره جاده، المخرجين حصروا في ادوار الشر، ولكن قلبه طيب وقلبه سموح، بس انا بجيبه هنا واخليه يبتسم. معنا معاكم النجم الكبير قيس السماوي. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. يعني أنا أقصد أشتيك تغني، أنت قلت معك موهبة الغناء، غني. أنا أشتي كلمات ولحن وغنية أما موال وذا هذا ما شاء الله عليهم معاه. أغني لكم صلاة. حبي إيه حبي إيه حبي إيه اللي انت قايت والعلي. أحسنت يا يونس، عند الحين لحست الغناء لحس، فهمت؟ معك مشاكل في التنفس، النفس هذا مضروب عندك تماما، رغم أنك أنت بتقول الآن عمرك 19 سنة. يا ليالي خبريهم إن قلبي ما نسيهم، خبر الظالم بحالي. يا ليالي يا ليالي. أحسن. طبعاً هذه ما شفت تعتبر موهبة غناء، بس حاول عادل ما قد. أنا رأيي من رأيك، بس انا حاسس ان عنده موهبه موجوده، عنده الموهبه بس لا مش الموهبه، عندها الرغبه. الرغبه في الموهبه، لكن الموهبه عادي تشي صقل، يعني اقل شيء حتى تشي لك يمكن 16 سنه. بس احسنت. ذات يوم من المرات ذهبت في رحله. نعم يابا. ما عيد. ذات يوم من المرات. نعم. أندرس لغة عربية ولا إيش؟ ذات يوم من المرات ذهبت في رحلة. لحظة. أنت راوي قصة الصدق؟ أنا كنت أروي لجدي. أنت قصدك أنني جدتك ذا الحين؟ يا بني. أنت بتقرأ لغة عربية ولا لا؟ أنا سألتك سؤال محدد. نفس بنفس. والنص الثاني انا عايز.
انا ميكل من الضحكة. انا عندي عقدة في اللغة العربية صدق، عقدة اذا ما شفتش من البداية حاجة صح ما الفايدة خليك تكمل. ابدأ صح لغة عربية، ابدأ صح، ما ادت لناش حاجة صح. عادي. نعم يا با. اقل شيء اسمعك. لا انا انت اذا انت مستهتر مش راضي تديني حاجة صح ما الفايدة. يا من هواه وعزه وذله حالك؟ كملت البطارية أكيد. أنت قلت تغني، ليش تدي موال؟ أديك موال بعدها تقول لك أغنية طبيعي. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. مش ماسك في المقامات صح، والنفس برضو نفس الحكاية، مشكلة معك. الله يفتح عليك. غني شفت إنه سرحت أنا، ما ركزت أنا معك. يعني مل. هذا يسمى ملل. اسمي نادر عبد الكريم السيافي. نعم. نادر عبد الكريم السيافي. السيافي. أيوة. نادر. أنا مقلد أصوات ومغني، بس طلبوا مني لأنه بدارة المواهب إن أنا يا قلد يا غني. أنت إيش أي الأقرب له؟ أستنتي. قلدك الله. إن شاء الله. طيب. كم عمرك؟ عمري 28. يعني قلت لك بتغني خيرات. لي 8 سنين أغني. أغني بالطابور بالمدرسة بلاده. أغني في الطابور. من زمان. النشيد اليمني. لا مش النشيد، كنا نطول أغاني أيوب طارش وذا. هو أيوب طارش غنى النشيد، ما فيش حاجة. يلا. نسمعك بسم الله. يعني بتستخدم الجيتار. بدخل غنية للسر عبد الباسط عبشي قلد صوته. لحظة. بعدين معي غنية للسر علي عنده. بس لحظة، عبد الباسط بيغني بجيتار. لا هو بعود، بس أنا وزينه عود. كيف يعني؟ أعرف هذا الطبع. سمع نايل. كيف رجع عود؟ وحمامة لموت نوح علامة، وبالسلامة شرق حبيبي حتامة. بس سلامة. فك أين العود؟ يا ها؟ دقيت به يعني ساعة ما تقول هذا لا يزيد للصوت شوية. نعم يابا يزيد لأيش؟ للصوت يعني طلع للصوت. طيب من غير ما تدق خلنا نسمع صوتك مرة. لا خلي هذا، لا علشان لا يزيد الصوت حلاوة زيادة. فإحنا نشتي حلاوة بسيطة على قدرنا. تفضل. وحمامة لموت نوح علامة، وبالسلامة شرق حبيبي حتامة. وقولبة قولبي وقول لي قولب يقي. هذا صعب. بتربي حمامة أنت؟ عبد الباسط ما رباش حمام. لكن قلت صوته. عبد الباسط عبشي ما تعرفه؟ طيب ما لديت لا صوت ولا أداء ولا معك أي حاجة. أنت تعرفه؟ أنا أعرف. أتحداك. أنا غنيت جنب، غنيت 4 سنين بمسرح جنب يا أستاذ قيس. غنيت جنب إيش؟ أنت كنت العود حقك صح؟ ماشي. كنت أنا غنية يا كنت العود يا كنت. أستاذ قيس إحنا جينا مواهب ما جينا شيء. سكي إحنا على سجلت أصوات. هذا اسمين قلت إحنا معي غنية سل علي عنبة. يلا قطب. أبي أعرف شارك فيها. معك حاجة ثانية غير اليمني؟ يمني ما فيش، ما أنا جيت أصلاً معي أغاني يمنية كلها. تمام كذا أستاذ قيس. أوكي. سكي سمعنا. تفضل. آخر فرصة معك. من دمع عيني يكون باب السماء مفتوح. من دمع عيني ما أستاذ ما لك يا أستاذ هدى، أنا جيت يا أستاذ، قلت أنا جيت من شانك على أستاذ. تمام أوكي. إذا جيت من شاني فخرج بأمانة للماس علشان ما ظلمكش. أنا فنان يا أستاذ، المفروض أنك ترفع لي المعنوية. وأنا بين أرفع لك ذا الحين بين أقدرك. خرج. يعني تقدر ثاني عن قلت لي خرج. أكيد، لأنه علشان لو ما ترجع مرة ثانية هتكون أكيد قوي. بس أذكر كلمة، أذكر كلمة تقول آخر. أسرق سنة جيت معنا مشارك، دخل دفعت رسوم. كلنا مشارك، بس أنت لا لك علاقة لا بالفن ولا بالغناء ولا أي حاجة. لا أنا أسامي أخي لا تدخل، أنا بين حاجة سيئة.
لحظة اتكلم بأدب اتكلم بأدب يا سرقي سنجي تشارك علشانك يا سرقي على عيني وراسي خلاص وقدمت كذا كلامك انت انا لكن هذا من هو لما يجي كلمة على ما تتلي قنش علي ما لكش دخل هذه لجنة كل من كان لا تدخل لا تدخل يا حبايب يا مجنون دافعت علي لحظة كان اكتله كان اكتله انا دافعت عليه يقتل من ما دخلك انت ما دخلك مني ما تبت يدك خيبر ما بشتغل انت نعم هذا انت حقنا الامن وجاي تفعل هكذا يا خبل يا اخي فك يا ينفي وجهي رحلك عند الخباله صلى على النبي سخيف خلونا نفسر الولد ماله هو انت خبرك بعده انا حاسب قم رج انا سرين يا اسد رج خرجت نفسك رج سخيف ما رجال الله انا وقع رجال خارج قال لك انا اسف المترجم قال لك انا اسف ناجح وحلو وجميل بتقدم حاجه حالي بس مش لهذه الدرجه يعني صدق يعني حسيت انه الموضوع عن داخل جامد في منطقه انت متخيل ايش الذي بيحصل لك انا يمكن كنت قاعد اقتلك ذا الحين بس الله صار طيب مش انك اكلت المقلب صح؟ اكلته اعترف انه مش انك اكلته لانه تحدي بيني وبينك من زمان وانت عارف هذا الشيء نعم اكلته ملك المقالب خطط له خطه مقلب محنك ما فيه غلطه واليوم جاكم غازي في ورطه والكل منه يحذر جهز مكيده خصمه يصيده مقالب عديده خططه فريده غازي تهور واصبح عدو وجهز ما
مقالب قوية كثير وكل أني حاضر يقع في يده وفي ساحته أو في قربه يسير. هذه المقالب لأجل المرح فخليك جاهز لكل ما يصير. امسك أعصابك وطول لبالك وخليك هادئ وقلبك حبيب.